صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى الخيانة التي وقعت فيها امرأة لوط وامرأة نوح التي قال الله جل وعلا عنهما: فخانتاهما؟ خانتاهما في الدين، خانتاهما في الدين لا في العرض، لأنه لا يمكن أن تكون زوجة نبي من الأنبياء خائنة في عرضها أبدا، وإنما الخيانة في الدين بقيت على الكفر. نعم.